إحياءً ليوم الأسير الفلسطيني، نظمت مؤسسات الأسرى والشهداء والمؤسسات الرسمية والشعبية وفصائل العمل الوطني وقفة تعبر فيها عن وقوفها عند مسؤولياتها الأخلاقية والوطنية تجاه الأسرى. يجب أن يكون لدينا رؤية وطنية واضحة تدفع بتحرير كافة الأسرى والمعتقلين، وهذا الأسير خضر عدنان المناضل الذي دخل إضرابه 72 هذا اليوم يناضل بحالة منفردة وطنية شاملة، يرفض شكل الاعتقال ومبدأ الاعتقال. لذلك هذه الحالات الوطنية النضالية الفلسطينية وجب أن يكون لدينا استراتيجية وطنية نقف عند مسؤولياتنا تجاه قضية الأسرى والأسيرات الماجدات. إلى جانب الدعم والإسناد الذي تعبر عنه هذه الوقفة، طالب كل من تواجد هنا منظمة الصليب الأحمر بالتراجع عن قرارها بانسحابها وإغلاق مكتبها في أريحة في ظل هذه المرحلة الخطرة. ناشد كل من له كلمة باتجاه هذا المؤسسة أنه تعدل عن قرارها ويبقى هذا المكتب، هو من أجل مساعدة عوائل الأسرى ومن أجل مساعدة الأسرى ومن أجل مساعدة الشهداء وعوائل الشهداء والبيوت التي تهدم من قبل هذا الاحتلال. الصليب الأحمر هذه المؤسسة هي من أجل وقف ودعم ومساندة للشعب الفلسطيني، فنتمنى أنهم يعدوا عن قرارهم ويبقى هذا المكتب مفتوح. ويعني هذه الوقفة كمان هي دعم وإسناد لأسرانا الأبطال، لأسرانا البواسل، ونقول لأسرانا نحن ليس منا من أحد أن نقف إلى جانب أسرانا، فهذا حق وواجب وطني على جميع أبناء شعبنا الوقوف إلى جانب أسراهم الأبطال. نجدد العهد لحريتهم بإذن الله تعالى، ونقف ونشد على أيديهم ونطالب ونقف اليوم أيضا استنكارا لإغلاق مقرات الصليب الأحمر في محافظة أريحة وخان يونس، ونطالب الإدارة في الصليب الأحمر بفتح هذه المقرات كونها تخدم أهالي الأسرى والشهداء. وهناك كما تعلمون هناك هجمة على محافظة أريحة. تمر هذه الذكرى وأبناء شعبنا يواجهون أصعب الظروف جراء سياسات الاحتلال، حيث بلغ عدد الأسرى الذين يقبعون في سجون الاحتلال من محافظة أريحة والأغوار 87 أسيراً، بالإضافة إلى 5 شهداء لا زالت محتجزة جثامينهم. لكل أب وأم أسير رواية مختلفة يروونها عن أبنائهم، ولكنها تشابهت في الألم والوجع ذاته. وقفوا هنا اليوم مع مؤسسات الأسرى للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم من مدينة أريحة. إلهام هداب، تلفزيون فلسطين.